بكل سيدات السادة، درتوا لنا الفوضى اليوم. اليوم نهارهم، نهارنا كامل غنديروا الفوضى اليوم. نعم، أول شيء بدا مرحبا بك دكتور منى. مرحبا بك جميلة. ميكرو زعما راه وصينا قلنا ليك وشرحنا ليك. مرحبا بك دكتور منى مخشوم. مرحبا بك جميلة وهدى، وعيد سعيد ليك ولهدى ولجميع النساء المغربيات، مبروك عليكم هذا النهار. انت ماشي معنا، مبروك علينا. دونك نذكر فقط الدكتور هدى مخشون، منى مخشون، فهي اخصائيه في امراض العظام والمفاصل والروماتيزم. حضرت معنا شحال من حلقه ودائما كانت كتعطي من وقتها ومن المعلومات ديالها والنصائح ديالها لكل مستمعين والمستمعات، ولقيتي صدى كبير عند المستمعين كيسولوا عليك بشكل اللي هو كبير، فشكرا بعدا لانك كل مره كنتصل بك كتجي كتقول لي مرحبا، وكتجي لشاده الاسره، كتجي لشاده اكيد اللي هي كتضمنا جميع. مشكوره بزاف منى. ميرسي لك يا جميله، سي ان بليزير، ديما كنجيب واحد لو بليزير، ماشي بالعكس، سي ان بليزير ديما فاش كنجي عندك. سورتو جربتي بلايص اخرى؟ نمشيو نرحبوا دابا بدكتور هند قرماعي خليل، طبيبه بيولوجيه، ونقولوا لها حتى هي مرحبا بك معنا من ورانا. الله يبارك فيك، ميرسي هدى، ميرسي جميله، جويز فات النساء العالم كامل حتى الرجال ما نساوهمش. تقلق عليا منتظر. شوف حنايا هما ما يقدروش يعيشوا بلا بينا، وحنا ما نقدروش نعيشوا بلا بينا، يعني كاين واحد التكامل ما بيناتنا. عندي واحد التحيه خاصه لبنتي ملوكا ما برانسيس وما مير لالا توتو، حنا كنعيط على لالا توتو. مرحبا بلالا توتو. وما بال مير حليمه ولطيفه كو جادور انورم. تحيه لهم، تحيه لهم، تحيه لي زانفيرميير لي تكنيسيان كاملين اللي عندي في لو لابوغاتوار، كو زعما جو سالو اترافير فو. وبيان سور شادا اف ام دائما منوره بماليها. شكرا. اكيد نور بكم انتم. كيف غنقول، كيف قلنا كلمه في حق دكتور منى، في حقك انت دكتور هند قرمعي خليل، طبيبه بيولوجيه اللي كتحضري معنا، وكل مره اجيت شادا الاسره كتقولي مرحبا، ما عمرك تناقشتي، ما عمرك قلتي لا، ودائما كتجي المواضيع كنناقشوها مع بعض، وكتقولي لا هذا الموضوع هذا مهم، هذا ربما اقل اهميه، اجيو نعطيو الناس نصائح في هذا المجال، وكتمشي وكتبحث. راه كل دكتوره فيهم يعني صراحه الله الا واي موضوع كيتقترح في شادا الاسره الا وكتقول لك لا خاصني نبحث، عطيني وقت باش انني نقلب ونشوف واش كاين شي دراسات جداد. ماشي كنجيو فقط حبا في هذا الميكرو، سي فري كنبغيوه بزاف، ولكن راه كنجيو باش كنعطيو معلومه صح وكنشاركوا، حتى حنا بعض المرات ما كنكونوش عارفين مجموعه المعلومات فكنعرفوها معكم. دونك شكرا لكم بزاف. ميرسي، ميرسي افو، بون جورني. ميرسي. دونك باقي لا جورني. يلا بدينا، يلا بدينا. دونك دكتور هدى عفان اسم معروف بزاف ومعزه خاصه بطبيعه الحال، لان دائما كتحضر من يامات بزاف مستشار وغيره. مرحبا بك دكتور هدى عفان. شكرا بزاف جميله، شكرا هدى، وواحد الشرف كبير ليا لاني حاضره معكم اليوم، وديما انا من الاوفياء ديال البرنامج، وفاش كنحضر كنحضر بواحد كنستمتع بزاف باش كنتشاركوا هذه المعلومات لا معكم لا مع المستمعين الكرام، وتنقول لجميع النساء المغربيات وليكم خاصه عيد سعيد، وواحد تنتمنى لهم طول لو سوكسي دو موند. اليوم ندعو معنا كاملين اكزاكتومون على جميع المجهودات واللي كيديروا، عارفين حنا في لو كونتكست ديالنا المراه المغربيه فريمون كتحمل بزاف الحوايج، لا شخصيا لا مهنيا، وكتصبر بزاف. دونك كنحيي جميع النساء بمناسبه هذا اليوم العالمي للمراه. شكرا وتحيه لك ايضا، واكيد الجلسه ما كانتش غتحلى بلا بك. لا لا يخطيك، شكرا بزاف، هذا فخر ليا. شكرا شكرا. لا لا يخطيك. ومشيو غنمشيو دابا عند جميله عند الشيف. ما تحلى الجلسه الا بالحلويات الجميله والديكور الاجمل والانسانه الطيبه والخلوقه جدا هدى عمراني. جميله انت اللي جميله قلبا وقالبا. وانا سعيده انني جيت معكم مره اخرى، انت وهدى تبارك الله عليكم، وهذا اليوم هو يوم كبير، وهذا شرف لي انني نحضر في هذا اليوم معكم، وكنتمنى كما قالوا الدكتورات تبارك الله اليوم لجميع النساء المزيد من النجاح، وهذا شرف يعني اننا مرحبا هنا معاكم في هذا اليوم، وكيسمعونا العيالات كاملين، وبيان سور كنشكر كاع النساء اللي معايا، حتى انا الوالده ديالي وخواتاتي وصحاباتي كياكدوا على لا ديديكاس. اكيد صحابات هدى العمراني ومعارفين راسهم ياك. لا عارفين راسهم كيسمعونا،
فوالا. يعني بلاتي اجي نخاصمهم دابا. الوحيده اللي قالت تحيه للزوج نتاعي هي الدكتور هند القرمائي. نخاصمهم اليوم حياتي. لا لا انتم لا بلاتي منى وهدات تخاصموا اليوم. عرفت الميكرو عندك منى. منى مخاصمه مقلقه حيت هو اليوم العالمي للمراه. معليش معليش قدو ملي تمشيو للدار بعدا تلقاو شي كادو شي حاجه. انا صراحه ما كرهتهمش ازواج يكونوا كيسمعوا لنا ديالكم ويعيطوا ويوجهوا لكم تحيه. غادي تشوفها من بعد فيسبوك. ولكن ما عندكش كلمه ليه يعني كنعرفوا ان لا بيان سور كنشوفوا المراه المغربيه ولا المراه العربيه ولا حتى في اي بقاع العالم الا كيكون عندها واحد السند في الاول كيكون هو الوالد ديالها هو الاب ديالها ملي كتمشي للدار كيولي هو الزوج نتاعها بغينا اولا كرهنا في كل الامور في المخاصمه في الحلوه وفي المره ولكن كيكون دعم واحد شويه ما كاينش لكن دعم هما الوالدين كيبقاو رقم واحد في اكيد اكيد انا كنشكرهم وكنتمنى الشفاء للبابا الله يخليك ليك مريض وهذا كنتمنى له خير اليوم ومن بعد بيان سور كيجي الزوج حتى هو كنشكرو على الدعم كله في القرايه باسكو حنا تلاقينا ملي كنت مازال انا كنقرا الطب وهذا وزعما حتى دوزنا لي زيكزام والدراسه ديال الطب ما كتكونش فاسيل دونك تحملني في جميع المواقف اللي تحيه لينا لا واخا ولكن كيف ما بغى يكون الحال الزوج المغربي ما تيكونش دائما قلال فين كتلقاي متفهم ان عندك امتحان وان عندك ستاج وعندك اون غارد وعندك هادي دونك لو فيت انه يتفهم هاد الشيء وحتى تانستالا وحتى هذا من بعد كانت عندي اون افيكتاسيون يعني كنخليه وكنمشي زعما سي با ايفيدون زعما كنشكرو كلشي كيفوت الحمد لله وكيبقاو لي بون مومون وكيبقى هذاك لو فيت انه الى ايبولي وانه معك فشكرا لي شكرا لي بيان سور دونك نمشيو عند حيت هند هي من الاول كانت بخير وعلى خير صيفطات الميساج هو الاولاني والصراحه بيان سور كما قالت الوالدين ما كيعوضهم حتى حد بطبيعه الحال ولكن صراحه هشام انا في الخدمه كنقول له مسيو هشام مسيو هشام كوكو هو كلشي في حياتي لانه عاوني كما قالت انا جوج وانا كنقرا وصبر معايا حتى ساديت وعاوني هو اللي الحمد لله زعما ساندني تحليا لابوغاتوار كان في ظهري وفي جنبي ولحد الان الله يخليه ليك الله يخليكم دائما كنقولوا دائما الله يتاوي الناس لمتهم للخير الحمد لله زعما يلا انا اللي بغيتو ما تحبسونيش لا مرحبا بك دائما هندو دائما الحلقه كدوز معاك لان في صراحه الكلام اللي غادي نقول في حقوق لي نعم شادك فيه مجروحه كيف كنقول وحتى ما بال المغ الله يخليهم لي الله يخليكم البعض كتقادي الامور مزيان لا صراحه لا واقع امشيو عنده الا اللي لاحظتوا اليوم كاينين ثلاثه الهدات في البلاطو نعم هذا وكاين هدى العمراني وكاين هدى انا غنتكلف بكم اليوم صافي الله فيكم اليوم هدى شنو انا اول حاجه كنوجه تحيه خاصه وزعما اهم شخص في حياتي هي الام ديالي اللي فريمون وقفات معايا بزاف 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 زعما شوي تري زيمي وانا كنهضر عليها وكتسمع ليا ولحد الان باقا مسكينه واقفه معايا وبحكم اننا الكابيني ما تنكونوش بزاف يعني مقابله الوليدات ما غير ظروف الصحه ديالها تنقول لها نهار المنبر شكرا ما عرفتش شنو غندير في هذه الدنيا ما عمرني ما غنوفي لك حقك شكرا بزاف 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 عافاك ما كاين مقدم انا علاش الصباح قلبتي علي للمواقي فصل اخر فصل اخر عافاك وخاصنا نجي ان شاء الله في عيد الام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا من هذا المنبر كنتمنى الشفاء للاب ديالي اللي هو ظروف صحيه كيمر بها وبيان سور كنشكر الزوج ديالي لانه كما قالوا الدكتورات وقف معنا وتحنا تلاقينا في يامات القرايه وصبروا علينا على الامتحانات وعلى لي ستاج ولحد الان تنتعطلوا في الخدمه تنكون عندنا المرضى خصنا نمشيو نشوفوهم في المصحات وبعض المرات كندخلوا معطلين شكرا على التفاهم ديالك وعلى مره كيطلع عليهم الدم ومره كيتفاهموا الحمد لله راه واقفين معنا ومتفاهمين معنا بزاف في الظروف الخدمه ديالنا نعم باقي لنا باقي لنا الشيف غنسمع نسمع حتى هي الراي ديالها لان هما كيتعطلوا لان كيمشيو عند المرضى كنمشي عند الحلوه ضروري اكيد كيكونوا لي كوموند كيكونوا مجموعه من الامور كما كيكون كما كان العمل ديالك راه تياخذ لك وقتك على حساب الزوج ديالك ولادك ولي دوفوار وعلاقات ديالك مع الناس والصديقات والضيوف يعني ماشي سهل يعني
حنا اون طوكو فام اوني دي سوبر سوبر وومن ياك اوني دي سوبر فام كان خصنا نديرو الخاطر لكل شيء خاص واخا كيكون المرات على حسب الصحه ديالك فبالعكس فبيان سور راه العائله الدعم ديالها كبير والامهات الدعم ديالهم سوتو كيدعمونا في قرايتنا كتسمعي ديما راه تو بو لو فير هذاك لو فيت انك كتسمعي راه تقدري انت هذا راه كدعمك بزاف بزاف وبيان سور الرجال راه لا لا يخطي كل واحد بلاصتو علينا حيت السند ديالهم كبير وكيتفهموا انك ديري خدمه تخدمي واحد الاوقات على حساب شي حوايج على حساب دارك على حساب وليداتك على حسابه هو اكيد الدعم ديالهم كبير هو هذه المراه المغربيه هي هادي خاصها تكون مزيانه في كاع لي بلان اون دو ايتر بيرفيكسيونيست وخا صعيبه تبارك الله عليك هدى لان كان واحد الدميعات اللي ما بغيناش نشوفوهم اليوم ديال هدى عفان واللي كنعرف يعني ارتباط ديالها بالوالدين ديالها وكنا كاملين فاحنا غنهديو سبيسيال للامهات اللي كيسمعونا الاكيد للسيدات اللي تاهما عندهم وليدات ديالهم ربما في الخارج وتاهما صابرين على الكبده غنهديو اغنيه اللي كلشي كيتغنى بها ستي الحبايب ولكن بصوت مغربي وبصوت فنان خلوق جدا وطيب جدا وكنقولوا حنا ولد الدار عبد العالي انوار واكيد راجعين تحية لكل النساء اليوم حلقة خاصة بالنساء أكيد غنتحيهم في كل مرة تسمح لنا الفرصة ونوجه لهم تحية كبيرة ونباركوا لهم عيد المرأة لوي مارس اللي كيكون فيه الاحتفال هاد اليوم اللي ما كيستحقش غير يوم واحد صراحة تيستحق أيام السنة كلهم لأن المرأة فعلا ما كتكافحش غير نهار واحد فهي كل ما منين كتحل عينيها وهي كتكافح مع نفسها مع وليداتها مع الزوج ديالها فكتستحق منا كل أيام السنة أكيد ولكن اليوم كيبقى سبيسيال عالميا باش أننا نتوقفوا عند الإنجازات ديالها ونوقفوا لها وقفة احترام ونقول لها شابو ونقول لها تبارك الله عليك وخليك كيف ما أنتي حضرين معنا اليوم نذكركم مستمعينا ومستمعاتنا بلاطو نسائي 100% دكتور منى مخشونة أخصائية في أمراض العظام والمفاصل دكتور هند قرماعي خليل طبيبة بيولوجية دكتور هدى عفان أخصائية في أمراض الغدد والسكري وشيف هدى العمراني اللي حاضرة معنا أكيد اليوم واللي اليوم ما غنهضروش على الامراض صراحه انا جميله ياك ولكن قبل خاصني ضروري نقول شكرا شكرا بزاف على الورود الجميله دونك شكرا ندوش على البوكي دو فلوغ اللي كانت قاسمه مع كل الضيوف اللي عندنا حاضرين في البلاطو مع كل الناس ديال الشاده سي فري الباقه بسميتي ولكن لكل شيء الهودات لا لا بلاتي واش غنتقاسموها فعلا ولا بغيتي مرحبا وعطيها لي كامله شكرا يعني ما عادي جدا يعني ما بالعكس بالعكس وبالقلب الكبير لو تحيه لكاع الرجال فعلا اللي اليوم غياخذوا الانيشياتيف وغادي يعطيوا وريدات للسيدات اللي كنقولوا السيدات باغا نشري صداع للرجال لا السيدات ماشي غير زعما الزوجه الام الصديقه الاخت العمه الخاله الزميله علاش لا دونك اليوم سبيسيال فنقدروا اذا الزملاء ديالنا ديال الفرصه باش انكم اجينا نتكلموا ملي تيوصل لوي مارس هو نورمالمون كان هذا اليوم هذا مخصص لاش اننا كنوقفوا باش كنشوفوا اشنو حققنا واشنو لا مثلا في الحقوق النساء كنشوفوا تبارك الله 14 سنه مدونه الاسره واش عطات الاكل ديالها او لا واش فعلا غاده في المسار الصحيح ديالها كنشوف هذه الامور كلها في مجموعه من المجالات ربما في السياحه في الطب في كثير كثير من الامور في الصحافه في غيرها كنشوفوا واش المراه خدات المكان ديالها انتم بما انكم مجملكم طبيبات انا في المجال الطبي المراه المغربية خدات الحق ديالها عمدة من عند منى عافاك الميكرو عندك سؤال صعيب حلل وناقش وي الفلسفة بيها لا واش فعلا كتشوفي راسك انك خديتي بلاصتك فعلا ان ما ضريتيش ان في هذا المجال بحال المرأة بحال الراجل الوغ هذا المجال الصراحة شوية صعيب كاينين دي يمكن بوغ لا سبيسياليتي ديالي شويه شويه ما تيكونش واحد الضرر كبير لان لا فري اورجانس ما كتكونش بالليل ولا اون بو روتاردي ولكن كيبقى كيف ما هو الحال بوغ دوطغ سبيسياليتي بحال لا كارديولوجي بحال لا ريانيماسيون دائما كيكونوا واحد التخصصات اللي خص المراه كتفكر واش غتقدر تجيري ما بين الدار وما بين هذا واش غتكون ديسبونيبل خصها لان دائما كتبقى الحياه ديال المريض وتيبقى هذاك الطابع المهني ديالها كيكون البريم حتى وان كان عندها وليداتها خاصه الكيت مع جوج دليل ثلاثه دليل داكشي سي 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 ديفيسيل كنتحملوا هذا الشيء في الدراسه وكتحملوا في لي ستاج وهذا باسكو انا هذا مي ابري واش غادي تقدر غادي تبقى حياتك كلها دير هذا الشيء ديما كتبقى المراه الدور اللي كتلعبوا شويه صعيب على الراجل الراجل
كيف ما بغى يكون الحال، المجتمع ديالنا شويه قاسي شويه على المراه. مازال كتشويه مازال مازال سي فري غير في المجال ديالكم ولا كتشوفيها لا حتى في مجالات اخرى؟ حتى في مجالات اخرى كيجيني ان المراه دائما واخا نفس لا بوزيسيون ولا نفس لو كادر عند المراه وعند الراجل، المراه سي سور كتعيشو بلو ديفيسيل باسكو المراه الى بلوزيغ دوسي اوفير بزاف ديال لي دوسي فاتجريهم، وهي هي هي ماشي اكسكوزي لك في المهنه ديالها، ماشي اكسكوزي كأم، ما غتكونش ديما اكسكوزي كزوجه حتى ولا اكسكوزي دو تان زاوت، ما غاديش تكون هذيك هي القاعده اللي دائمه. دونك المراه دائما الفي ديك المهنه ديالها زعما سورتو ملي كتولد الكونجي د ماتيرنيتي باغ اكزومبل 3 موا، كيفاش كتخلي داك الوليد زعما كيف ما بغى يكون سي سي ديفيسيل صراحه سي. ولكن يعني هنا ملي كتكون المهنه ديال السيده مهنه حره يعني هي اللي هي اللي كتحكم في المهنه ديالها ماشي عندها مقيده، واش ما كيكونش يعني سهل نوعا ما نوعا ما؟ نو نو، لان الناس ما كيشوفوكش عمرهم ما كيدخلوا عندك كيشوفوا فيك مراه ولا ام، نو كيشوفوا فيك طبيبه. انت تو دوا اتخو لا، خاصك تكوني ديسبونيبل، خاصك تسمعي ليهم، خاصك هذا، ما يمكنش تقول لهم لا راه ولدي مريض ما نقدرش نجي ولا خاصني نمشي، سي با بروفيسيونيل، ما يمكنلكش ولي هاد لي زيكسكوز. مي سينو غادي المهنه ديالك غادي تكون حتى هي غادي تضحي بها، دونك باش كتلقاي لي كيلي سي سي ديفيسيل. بحال في دول اخرى تيكون شويه عندهم هذا الطابع بلوس، يعني بحال دابا في دول الاوروبيه كتقدر المراه تمشي حتى العمايه تجلس، تقدر كاينه لوبسيون ديال لو ترافاي بارسييل، حتى انها تاخذ دي كونجي تاخذ كاين زعما شويه بشويه بشويه بعدا على الاقل. مي كوميم زعما حنا غاديين كنتحاربوا بوغ يعني كاين شي امور اللي هي ايجابيه، كاين شي حاجه اللي هي مزيانه، غير هي كتبقى المراه شويه الكاهل ديالها مسكينه لان كنمشيو حتى بالمشاعر اكثر، يعني كنمشيو بالمشاعر ديالنا اكثر، كتخدمنا مشاعرنا اكثر من العقول ديالنا. كيف قلتي انت ما تقدريش تقول لهم راه ولدي مريض وما تجيش، فكتفكري حتى في ذاك الانسان اللي راه هو مريض ومحتاج لك من بعد الله سبحانه وتعالى. صراحه انا هاد النقطه ونقطه اخرى هي زعما كنوجه واحد التحيه كبيره بالنسبه للنساء اللي ما عندهمش امهاتهم. يعني انا بلا ماما ما كنتش غنعرف شنو غندير، يمكن ما كنتش غنوصل طبيبه صراحه، لان ماما هي الشخص الوحيد اللي كنخلي عنده ولادي ونقدر ما نفكرش ما نشطنش. عاتي هذيك هذا الشعور ما يمكنش يشري الواحد ولو ب زعما فلوس الدنيا، نقولوا غير لك الكبده المعاوده بالنسبه لهم. هي الشخص الوحيد اللي ملي كتعياي كتمشي ومن ما كتفكري واش هي تي عندها مشاكل، واش تحمل واش ما تحملش، وين كتخوي كتاخذي هذاك الشحنه كتخوي عليها من بعد فهمتي وكتعاونك. لا وزعما كتشاوري معاه في كل شيء، زعما كيبقاو فيا النساء اللي ما تيكونوش عندهم او الامهات ديالهم بعاد زعما هادوك بلوس الله يعاونو. هنا قبل ما نمشي عند هند غنمشي عند الدكتور هدى عفان. علاش؟ لان كنشكرها بزاف، لان في مره من المرات كان الولد ديالها مريض ملك كانت بنيته وجات البرنامج يعني فانا هذه ما غنساهاش. علاش؟ ماشي جات على ود جميله او لا هدى او، ولكن جات على ود المستمعين تشاده، على ود الاسم تشاده، على ود ان دوك الناس اللي كينتظروا باش انهم ياخذوا معلومات في تخصص من تخصص او لا مرض من من الامراض. فشكرا لك هدى، خديتي حقك. جميل، كنتكلموا على اليوم العالمي للمراه واننا كنوقفوا على بزاف الامور، خديتي حقك. كما تعرفوا جو بونس تكون هذه الوضعيه ديال جميع النساء المغربيات، يعني واخا كما يوصل النيفو ديالها خاصها توفق ما بين دارها وما بين خدمتها. يعني ما كاينش عذر، هذا هو اللي تيكون شويه صعيب. كما ذكرت منى، مثلا تيكون شي حد من عائلتك مريض الا كانت واحد شي حاله قصوى عاده تقدري ما تمشيش، واخا تيكون زعما مهنه ليبرال حره بالعكس باش تفرضي راسك في وسط بزاف الاطباء اللي في نفس الاختصاص تكوني ديما حاضره، خاصك تكوني ديما حاضره سورتو في هذاك في لو ميتي ليبرال حاضره ومواكبه وكتمشي للمؤتمرات، وخاصك تكوني ديما يقدروا مثلا سبتو لحد يعيطوا لك ولا ما جاوبتيهمش يتقلقوا عليك، الوغ كنتي عندك حياتك الخاصه. الا كان شي واحد مريض من العائله ما تقدريش تمشي الا كانت شي حاله قصوى باش تخرجي، وخاصك وليدات ولي دوفوار هنا فاش كتكون، لان المراه هي اللي كدير كل شيء كما عامه ربما اشاره للتخصص ديالك بالضبط المرض، يعني الامراض الغدد والسكري، فهو مرض فعلا اللي كيعيشوا به بزاف الناس ومعاناه يوميه. يعني الانسان المريض بالسكري
السكري خصو كيبغي دائما يبقى مطمئن على صحته ويبقى يراقب السكر ديالو، يبقى اون كونتاكت مع الطبيب ديالو. فهنا ربما كتكون الانسان هدى فالانسان قبل ما انها تكون طبيبه المختصه. هنا فين تكمن الصعوبه اللي صعيب باش توافق ما بين العمل ديالك يعني في في في, في الكابيني وما بين حياتك الخاصه، وتنحاولوا تنديروا مجهودنا باش ما نضيعوا حتى واحد. مرحبا دائما بكم مستمعينا مستمعاتنا ومستمعاتنا اللي كنحيوهم اليوم وكنوجه لهم تحيه كبيره فين ما كانوا النساء المغربيات. ما نساوش ايضا الجاليه المغربيه اللي كيسمعوا لنا، النساء اللي في الجاليه كيسمعوا لنا على www.shadafm.net او لا.ما، كنتمنى انهم يكونوا كيسمعوا لنا ايضا من خلال البث المباشر اللي كتشاهدوه الان مباشره باش كتعيشوا معنا هذه الاجواء اللي عندنا في لو بلاطو على شادا اف ام اوفيسيال. تحيه دائما للضيوف ديالنا دكتور منى مخشون اخصائيه في امراض العظام المفاصل، دكتور هند قرماعي خليل طبيبة بيولوجية، دكتور هدى عفان أخصائية في أمراض الغدد والسكري، وهدى العمراني الشيف ديالنا الشيف المختصة في لاباتيسري. وقبل من الفاصل شفنا ربما الصعوبات ولا المسار ديالكم دكتور منى ودكتور هدى عفان في المجال ديالكم، ودائما في نفس المجال ما غنبعدوش بزاف اللي هو الطب. غنمشيو عند هند طبيبة البيولوجية اللي حتى هي بغينا تقاسم معنا ربما الاشياء اللي كتجيها صعيبة يعني في توفيقها ما بين حياتها الشخصية الأسرية وما بين المهنة ديالها. قبل ما نقول الحاجة الصعيبة نقول بأن الحمد لله هاد الدومين ميديكال لي فام راه هما لي ماجوريتير راه هاد العام نيت يلا تخرجوا بيان يلا تخرجوا مؤخرا لي ريزيدون دونك خداو لي ديبلوم ديالهم، وكان اكثر من 60% نساء. زعما تحيه للنساء الطبيبات، تحيه لهم اكيد من بلاطو شاده الاسره، لان كاين تخصصات لي فريمون لي فام كيمشيو لهم طوندونس، فريمون لي زوم كيمشيو لدوطخ سبيسياليتي بحكم كما قالوا الطبيبات اللي حدانا الصعوبه ديالهم ولا الظروف اليوميه. الواحد كيختار عاوتاني العيشه كتكون يوافق بين الدار بين الوليدات وبين التخصص والعمل. انا دابا ندوي على راسي شي على المختبر سي با ايفيدون، من 7:30 الصباح كنكون حتى 7 الليل، كنحاول نكون دائما مع الطاقم كامل سواء بو اكويغ لي باسيون ديالنا ونخليهم في واحد الطمانينه، سواء في بلاطو تكنيك باش النتائج يخرجوا على اكمل وجه. ودائما كما قلتوا دونك لي فورماسيون كونتينيو تا هما دائما كاينين، دائما باتصال مع الاطباء باش هذاك الريزولتا ديال المريض يكون على احسن وجه. دونك كنحاولوا نعطيو لو ماكسيموم، وبيان سور كيما قلتو الدراري انا عندي وليدات صغار تا هما لي ديفوار تا هما خص المقابله، سي با ايفيدون دو جيري بين كلشي ولو مسيو حتى هو والدار سي با ايفيدون. دونك كنحاولوا نتساعدوا كاين ما امكن يعني بيان سور كاين كنحاول اللي عاوننا ما بين ما ياخذكش اش كنشكرها كتقابل لي الدراري ويديوهم ويجيبوهم للمدرسه دونك كيعاونونا حتى في لي ديفوار كتشد لي بنتي وتقرا معاها زعما راه دايرين اكثر من الجد. وتا واحد السيده سميتها مدام سعاد كنحييها من هنا لان هي كتقابل لي الدراري بزاف وكتهنيني دونك كما كتمشي مطمئنه يعني الحمد لله. سوا يكونوا عند ما بين ما سوا يكونوا مع هاد السيده مدام سعاد الله يكثر الحباب صافي انا كنخدم خدمتي مهنيه. نعم كما قالوا سي با ايفيدون دائما واخا نكونوا معروضين ولا شي حاجه ما كتقدريش تخرجي الوقت الا كنتي في الخدمه دائما انا معطله فيهم. نعم توصلي اخر وحده دائما واحد الحاجه ماشي عاد لاحظتها يعني حاجه معروفه عندنا احنا من زمان سوختو احنا المجتمعات العربيه يعني الام او المراه بصفه عامه راه ما كتزكاش من الخدمه ديال الاسره ديالها، راه من الصغر ديالها وهي يعني بنت في المنزل ديالها وفاش كتكون اخت وفاش كتكون يعني زوجه. فحتى الامهات ديالكم والحماوات ديالكم باقيين تيخدموا معاكم وباقيين كيكافحوا معاكم تيشدوا لكم الوليدات. نفس الحلقه غتعاود ان شاء الله حتى انتم ان شاء الله ملي غيكونوا عندكم وليداتكم اكيد ما يمكن لكمش ما تشدوهمش وما تعاونوش وليد بنيتاتكم فيهم، ولكن ما كاينش غير الدراري كاين حتى راحه البال عاوتاني الام دائما سند دائما الا كان شي حاجه تعيط عليها نذكروا نفس الحاجه. ما سي فري انا ماما ما ساكنه حتى هي في الدار البيضاء ولكن شويه بعيده سي با ايفيدون نمشيو عندها الدراري، ولكن كاينه حاجه اخرى الام عاوتاني تعيط عليك في التليفون تمشي عندها كطمئني عليها وكطمئني خاص دائما نكونوا اونصوم نعيطوا كل نهار هذيك الراحه النفسيه انا ماما كاينه انا كتسول فيك انا داك الشيء راه حتى هي مهم حتى هي الاب اكيد اكيد اكيد. كنقولوا حنايا الرجال حتى هما عندهم حقهم كبير واخا هو يوم مخصص للمراه ولكن يوم باش كنوقفوا على الانجازات ديالها اشنو حققت وشنو الاشياء اللي كتنتظر تحققها. شوف هدى عمراني
سي فغي المجال ديالك بعيد على المجالات ديال الطبيبات اللي راهم حاضرين معنا، ولكن حتى انت كتعتبري من السيدات اللي كيشتغلوا موظفات ربما شي حاجه اللي هي كنقولوا حنا شي حاجه كديرها لراسك ولكن فيها ابداع، فيها اتقان، فيها حب، وفيها واحد الخدمه، واحد الاتقان. هنا كيفاش كتقدري تصيبي وتقادي ما بين دار الوليدات تبارك الله؟ نعم بالفعل هو ماشي جوج وليدات، بالفعل هو الامر ماشي سهل. انا اصلا انا راني عندي ماستر في ماركتينغ وتجاره، قريت في ايكول باك بلس 5، دونك خديت الدبلوم ديالي. الاختيار اصلا انا كنت في الاول ما كانش عندي كاع لي ندخل هذا المجال ديال ما كانش في بالي كاريمون. دونك كانت واحد الفتره من حياتي يعني من بعد ما ولدت وخديت الماستر ديالي هي باش دخلت لهذا المجال. كان في الاول كنت كنلقى فيه راحتي نفسيه، نعم دوزت واحد المرحله كانت شويه صعيبه هي باش دخلت هذا المجال. يعني حتى الاختيار ديال هذا المجال علاش دخلت اميتي اللي باغال هو انا اللي باش نوفق ما بين زوجي ووليداتي. نعم. يعني خليت قرايتي وداك الشيء اللي قريته وهذا قلت ماشي مشكل، الا خدمت خدمه ديالي غنكون مستقله اكثر، غيكون عندي الوقت اكثر. هو الصراحه يعني سا فو با دير كو غيكون الوقت بزاف، حيتاش حيتاش كيولي كتولي كتخدم 24/24 حيت الناس مثلا شي وحده مع العشرة اللي رشقت ليها قصفت كاع ميساج بغيت ان غاتو خصك تجاوبيها، الا ما جاوبتيهاش تقدر تشوف شي حد اخر. وي. خصك لان هذيك خدمه ديك الساعات تواكبي اصلا تبقى مع حيت الانسان ميغي باش تاخذ لا كونفيونس ديالو خصك تشرح ليه كل شيء تعطيه الوقت الكافي. بعد ما تيكون تاع على حسب الوقت ديالك كتكون في الدار وهز التليفون نعم على حسب الحياه ديالك الشخصيه على حسب حياتك يعني كتكون هو عمر المراه ما كت ما يمكن لها تكون مرتاحه. نعم ولكن واش قدرتوا توفقوا ولو نسبيا؟ الحمد لله. باش توفق خصك يكون عندك الدعم ديال الزوج والعوين في الدار والعوين ديال لي بارون، حيتاش الوليدات راه 4-5 صافي هما تيخرجوا من الدراسه خاص ديالهم خاص يعني. وبعد المرات تجينا خدمه في الويكاند حنا كيكون عندك ليفريزون ديال ان كاتو دو مارياج، ليفريزون ديال ان بوفي دانيفيرسير، يعني داك الوقت اللي الزوج ديالك راه جالس باغي يخرج انت راك خدامه. ولكن سبحان الله شوف هدى يعني الدراسه ديالك اللي خديتي فيها الماستر راه كتوظفيها يعني بلا ما تشعري كتوظفيها في مشروع اللي هو ديالك بيان سور، ما يبقاش فيك الحال قريتي وخديتي الدبلوم وبدلتي المجال. هو هذه كتولي مثيلي باغي يعني ما عندكش ان سالير فيكس تزوغيغ فيكس، هذا كتكون عندك شويه الخدمه مرتاحه في الاول السيمانه الا خدمتي مع شركه هذوك يبغيوك في وسط السيمانه، ولكن كتولي رهن اشاره الناس اللي كيتصلوا بك واللي ربما كيشوفوا الاشكال اللي كتصيبي وهما كيكونوا باغينك بالاسم ياك ولا لا. بيان سور. كل السيدات اللي حاضرين معنا اكيد شاد الاسره غتكرمكم وعرفانا بالحضور ديالكم بالالتزام ديالكم بالسخاوه ديالكم في الاجابات وكل هذه الامور، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا ما تمشيو فين. بلاطو تبارك الله وسلام بكل السيدات ديال الشادة، مرحبا بكم دائما وانتم دائما كتنورونا من خلال بلاطو شادة الأسرة. وأكيد أكيد الفخر لنا اليوم أننا كنستقبلوا سيدات اللي عندهم باع كبير في المجالات ديالهم في المجالات ديال التخصص ديالهم دائما كانوا كينورونا في بلاطو شادة الأسرة. دكتور هدى عفان أخصائي في مرض الغدة السكري والتغذية، تحية لها. أكيد دكتور هند القرمعي خليل طبيبة بيولوجية. دكتور منى مخشون امراض العظام مفاصل الروماتيزم. وشيف هين هدى اليوم كنت هي هين ديساوي اكيد هند العمراني اللي تبارك الله جات هدى اللي جات وجابت معها الكاتو اللي اكيد شاده الاسره كتحتفي بكل النساء. ميرسي بوكو. فعرفانا من شاده الاسره ومني كذلك لكل الناس اللي كيشرفونا صراحه في شاده الاسره دي تروفي اللي هما بسات 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 جدا وحاجه اللي هي صغيره في الحق ديالكم صراحه الله ما بغيتهم يبقاو تذكار عندكم في البيروات ديالكم في الكابينه غنجيو نشوف دونك. واكيد غيكون حاضر معايا الاستاذ محمد الباتولي الله ودي الاسم الغني على التعريف. ادخل معنا في اللايف اجي تفضل معنا سي تفضل معنا تفضل معنا شنو كتقول للنساء اليوم؟ واحد القصيده ديال نزار قباني تيقول فيها لا تتعبي نفسك يا غالية في البحث عن تجارب الماضية فكل نساء الأرض في كفة
وأنت المرأة المغربية في الكفة الثانية. أولا مرحبا بكم، كنحتفلوا معكم بعيد المرأة. كنشكر كل الطاقم النسوي اللي كيشتغل في شادة، من الأخبار، من المنوعات، من التلفزيون، كله كنشكرهم على المجهودات اللي كيقدموا، ونقول لهم كل سنة سنة سعيدة وعيد المرأة سعيد. شكرا لك مسيو الباتولي. وحنا نقولوا لك راه بلا بكم حنا بكم باش حنا مزدهرات، وباش حنايا وريدات، وباش حنايا فكنعولوا عليكم باش نتوما تبقاو دائما سند لينا. انا كنعتبركم كلكم بناتي وكلكم صديقاتي وكلكم زميلاتي في المهنه. تبارك الله عليكم، كنشكركم على المجهود اللي كتقوموا به. شكرا لك. فحنا غنوزعوا تذكار بسيط جدا للضيوف اللي حاضرين معنا. فاجي معنا دكتور هند القرماعي خليل، غيقدموا لها اكيد الاستاذ ديالنا محمد الباتولي. اجي هنا، اجي هنا باش تعطيها. شكرا على التحيه اللي كديري معنا، تبارك الله عليك. لا شرف كبير، شكرا لك تعيط وكتصرفوني، شرف كبير. شكرا، مبروك عليك، مبروك عليك هذا الكونسيبت. وانا هدي الورود للورود، ولكن ضروري ضروري من الورد. لا هاد لانه هدي الورود للورود غير ديال الصقره من سي الباتولي. لا لا ديال الباتولي جميله. الورود للورود دونك هدى عمراني. شكرا علي هدى. شكرا لكم حتى نتوما، وديما مسندي المراه. شكرا لكم. اكيد وريضه ديالك. ميرسي بوكو دكتورتي الحلوه منى مخشون. امراض العظام والمفاصل حاجه كبيره بزاف في عيني. ميرسي لكم. شكرا، كنشكرك على المشاركه. ميرسي جميله. دونك بقات معنا نقول هدى، نشوف شكون اللي غيجي فيكم. شكون اللي غيجي؟ شكون اللي غيجي؟ السكري كثرت الحلاوه. شكرا لله يخطيك. شكرا، مرحبا بك. ميرسي. غادي نشكروا اول شيء مسيو الباتولي. مسيو الباتولي هاك بغيتي الميكرو؟ اجي يلا. اولا المشاركه ديالكم كتزيدنا واحد الثقه، وكتعطينا المستمعين واحد الثقه، لانكم تبارك الله من خيره الاطباء ومن خيره المختصين في الميدان ديالكم. فكنشكركم بهذه المناسبه، عيد المراه وعيد الرجل. جاتك النفسه على الرجال اليوم. بهكا غنكونوا درنا واحد جزء بسيط 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 بسيط، يعني من القلب من القلب صراحه. شكرا لكم كاملين، شكرا لكل اللي كاين في البلاتو. مازال غنشوفوا الوجه الاخر، المذيعات ومنشطات شاده اللي دائما كتشوفوهم بالجد المثابره، واخا كتشوفوا في البلاتو او لا في الاستوديو كيغنيو بحال شهرزاد، ولكن ولكن تستاهلي تستاهلي الاجمل. والله شهرزاد، سلمى، تيكا، كوثر، سكينه، ايمان، ايمان، هند، هدى، جميله، سنة، سلمى، يعني فرح، يعني كاين كثير 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 من فاتيزو بطبيعه الحال، هذه فاتوزي ديالنا. يعني كاين بزاف ديال الاسماء اللي غتشوفوهم وغتشوفوا وجه اخر، حتى هما غيكونوا مكرمات معنا اليوم بالطرق ديالنا وبالكلمات ديالهم في حق كل السيدات وكل الامهات. اكيد مشكورات بزاف ضيوفنا الكريمات، نشكرهم هدى. اكيد غنشكرهم وحده بوحده. نطلب من دكتور منى مخشون اخصائيه في امراض العظام والمفاصل. شكرا لجميع الطاقم ديال شاده، عيد مراه سعيد، وشكرا على هذا لو تروفي. زعما صافي بليزير ساميتو. شكرا لكم بزاف، شكرا سي الباتول. وكنشكر ماما وكنبارك ليها وكنتمنى ليها الصحه. امين. وكنشكر سامح وسهام لي زاسيستونت ديالي. شكرا لهم على الجديه اللي هما فيها واستقبال ديال الناس والمجهودات اللي كيديروا معايا. شكرا بزاف. شكرا لك منى مخشون. سولت قبيله هاد لو تروفي لما تبغي تهديه؟ يعني حنا هديناه هذا كنهديه لماما بيان سور. انا النجاح ديالي كله زعما ليها، و
زعما انا بلا بيا يمكن قلت لك ما نكونش غنكون طبيبه، هذا اقل حاجه ممكنه ديالها. شكرا لك ومرحبا بكم دائما معنا. نمشيو عند هدى لان هي اللي عندها ديجا الميكرو. هدى عفان شكرا بزاف على هذه الاستضافه وهذا اليوم اللي دوزناه معاكم، وشكرا بزاف على هذا لو تروفي وانكم فكرتوا فينا، وعيد مرأة سعيد لكل النساء المغربيات. هذا لو تروفي حتى انا بالدور ديالي كنهديه للام ديالي وكنقول لها شكرا بزاف، وكنهديه لوليداتي سعد وملاك تنقول لهم جو فوزام انورميمون. شكرا بزاف. هدى انا كنهديه حتى انا الوالده ديالي اللي خطاهم علينا. الا تخاصمتوا مع الازواج نتاعكم واش غلي الشمل يا سوق حتى الزوج ضروري. لا الحماوات حتى هما الحماوات حماتي حتى هي خالتي ناديه، وكاع الناس اللي كاع السيدات اللي كيكافحوا كل نهار باش يوصلوا لداك الشيء اللي بغاو، سواء مع ارملات ولا مطلقات ولا ربات بيوت ولا قريات ما قرياتش، يعني هو كفاح كيبقى وباقي مسيره طويله. هنوده كنشكركم بزاف، وزعما هذا فخر كبير ان دائما كتستضيفونا، وهذا زعما تشوفوا شي حاجه راه بسيطه في الحق ديالكم. لا ما بسيطه يعني. والو هذا كلشي، هذا لا سوربريز هذه براسها راه زعما فخر كبير صراحه. كنهدي لوليداتي ملك والياس، وكنهدي الطاقم ديالي ديال لا صافي برك زوج صافي لا لا بيان سور هو كلشي. كنهدي الطاقم التقني كامل اللي عندي في المختبر من كلهم تما اللي كيخدموا معايا واللي تا هما كيساعدوا باش يعطي واحد الصوره حسنه للمختبر، وان شاء الله نهار على نهار نكونوا احسن وافضل. نعم ان شاء الله. غاسا بؤس. لا بالعكس بالعكس، مرحبا دائما، ودائما شاده كتفتح الباب للجميع سواء في المجال الطبي، المجال الفني، المجال السينمائي، المجال المسرحي، اي مجال الا وشاده كانت سباقه من خلال المنشطين والصحفيين اللي فيها، من خلال انهم كيحبوا المهنه ديالهم وكيتابروا باش انهم يكونوا دائما توب ونكونوا رقم واحد، اكيد رقم واحد في القلوب ديال كثير من المستمعين والمستمعات، الجاليه المغربيه والعربيه كذلك اللي كتسمعنا لا تخوا دبليو بي فون شاده فيم بوانيت او بايما. هاد الورود وهاد الشيء كاع اللي كاين فهو مهدى منا اليكم، يعني لكل السيدات اللي كيشاهدونا فين ما كان. اكيد كنترحموا على الامهات اللي توفاو لانها وقفه اجلال، وقفه احترام، وقفه تذكر لكل الناس اللي فرقونا. فكنتمنوا دائما الله يرحمهم، وكنتمنوا دائما القادم يكون اجمل واحلى على شاده.